السلام عليكم. اليوم رح نعمل حمص بطحينة، ومنحتاج لواحد كوب من الحمص المسلوق مع المي، أو علبة من الحمص، 4 ملاعق كبيرة من الطحينة، ربع ملعقة صغيرة من ملح الليمون، وفيكن تستبدلوه بعصير الليمون على حسب الذوق، وملح حسب الذوق. رح أضيف الحمص مع المي، ورح أدقه بالمدقة بالأول. صار الحمص بعد ما دقيته بالمدقة. هلأ رح أضيف الباقي المكونات كلها، طحينة وملح الليمون والملح حسب الذوق. هلأ بستعمل الهاند بروسيسور، رح أنزلهم مع بعض. طحينة بهيدا الملمس، هلأ صار جاهز لينحط بالصحن. يكون الحمص بطحينة جاهز للتقديم، وهو يعتبر من المقبلات اللبنانية، بينحط عليه زيت زيتون وبتزين بهالشكل أو أي شكل تاني بتحبوه. وهيدي الوصفة بيعملوها بالمطاعم، ما بيحطوا توم بقلب الحمص بطحينة مشان يضاين أكتر بالبراد، وأنا جربتها وعيلتي حبتها وحبيت شارككم هيدي الوصفة. شكرا على المشاهدة. Please like, share and subscribe. Bye.